بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا أمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان والعدوان. قل انظر يا سارك إلى الجحيم، انظر على يمينك، أنت مشافي بالك كما في الدنيا، ما هو هذا إيجابي الآخر مقابله سلبي، وإذا كان الأول سلبي الآخر إيجابي. كي قيت على شمالك السلبية النارية قلت سألتفت واليمين سألقى الجنة النعيم، أي ظل قالك تلقى النار كذلك، لأنك كنت صاحب وجوه كثيرة أو جينا على الأقل، ولا واحد منهم سأقار، كيفاش تحب تكون من غير أهل النار؟ هيا ثبت روحك.